السلام عليكم يا أصدقائي. اليوم سأقرأ لكم دعاء اليوم 11 من شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب إلي فيه الإحسان، وكره إلي فيه الفسوق والعصيان، وحرم علي فيه السخط والنيران، بقوتك يا غوث المستغيثين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. لا تنسوا صاحب الزمان من دعائكم. في أمان الله.